احفظ الله يحفظ. قال ابن رجب رحمه الله كما في جامع العلوم والحكم قال: وحفظ الله عز وجل للعبد، إذا حفظك الله فهناك نوعان من الحفظ: الحفظ الأول من الله للعبد أن يحفظ عليه دنياه فيحفظ نفسه وماله وولده وأهله، يحفظ الله عز وجل له ما يتعلق بمصالح دنياه. ومن أنواع هذا الحفظ كما قال ابن رجب رحمه الله أن يحفظ الله عز وجل مال العبد، أن يحفظ مال العبد في غيبته ليس موجودا. ولذلك قال حميد ابن هلال قال: لا مر بي رجل من الطفاوة، رجل طفاوي كما عند الإمام أحمد، وأتى إلى هذا الحي ببياع، يعني بسلعة ليبيعها، فيقول: لآتين هذا الرجل، يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حتى أنظر في أمره فأخبر من بعدي، يعني من ورائي من جماعتي. فأتى هذا الرجل، والحديث صحيح لأن الرواة ثقات وجهالة هذا الصحابي لا يضر، فالحديث صحيح، وقد صحه الألباني رحمه الله أيضا. الشاهد من هذا أنه أتى إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال عليه الصلاة والسلام لما رأى: أرأيت هذا البيت؟ إن هذا البيت كانت به امرأة، كانت به امرأة خرجت في سرية من سرايا المسلمين وتركت 12 عنزا وتركت صيصيتها، صيصيتها هي أداة تغزل بها وتنسج بها، فلما رجعت إذا بها تفقد عنزا وتفقد صيصيتها، فقالت: يا ربي إنك ضمنت لمن خرج في سبيلك أن تحفظ عليه، وإني أسألك العنز وصيصيتي. فجعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم يخبر عن شدة مناشدة تلك المرأة لربها. انظر، إيه لما تسأل الله عز وجل ما هو أول مرة ولا ثاني مرة، ألح في السؤال لأنك تلح على كريم. فجعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم يذكر شدة مناشدتها لربها عز وجل، فإذا بها بعنزها ومثلها وبصيصيتها وبمثلها، يعني عوضها الله عز وجل، رد عليها جل وعلا صيصيتها وعنزها، ومع العنز عنز، ومع الصيصية صيصية أخرى.